لم توقف قيادة شرطة محافظة ديالى عملياتها العسكرية لتطهير مناطق الزور ذات البساتين الشاسعة التي تقع شمالي قضاء المقدادية، حيث تمكنت هذه القوات من ضبط 3 مخابئ كبيرة للأسلحة والاعتداء بمنطقة شروين على ضفاف نهر ديالى، كان ينوي تنظيم داعش استخدامها ضمن عملياته بمناطق المحافظة. اليوم كانت لنا صولة والحمد لله والشكر بمساندة الحشد العشائري لعشائر جبور واللهب منطقة شمال المقدادية وبالذات منطقة شروين، والحمد لله والشكر تمكننا من العثور على 3 مخابئ للعدو بداخل الزور بحوض ديالى. عملية تطهير الزور شهدت مشاركة عشائر الجبور واللهبات ضمن فصائل الحشد العشائري، فأبناء هذه العشائر لديهم الخبرة المطلوبة لاقتحام البساتين ومحاربة داعش، وبسبب ذلك قدموا الكثير من التضحيات. تمكننا من جلب 132 بندقية وقاعدة صواريخ وأكداس بارود معدل العبوات الناسفة. عشائر العزة والعنبقية ساندت الجبور واللهبات باقتحام البساتين، فيما حذر مجلس المحافظة من مناطق ما زالت تخضع لسيطرة داعش: حمبس والمخيسة وحاول عظيم وحمرين. زورق كانوا يستخدمون الإرهابيين بالتنقل في منطقة ديالى وحوض ديالى، الواجب كان جيد جدا، مسك الأرض طبعا من القوات اللي موجودة فوج الشيخ نجم الجبوري وأيضا عدنان الهيبي، وتم اشتراك قسم من فوج العزة بالواجب. كما تعرفون أنه منطقة الزور هي منطقة قديما يسكن فيها الإرهاب وتم تحريرها، وهناك بقت خلايا نائمة في هذه المنطقة، وهناك كان دور للأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وكذلك من عشائر الأخرى وعشائر العنبقية لها دور مهم. هذه العنبقي الحرة ديالى.